السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو فيروس الكورونا؟ فيروس الكورونا ينتمي إلى مجموعة كبيرة من الفيروسات المعروفة بتسببها بالأمراض لدى الحيوانات، ومن الممكن أن تؤدي كذلك إلى الإصابة بالأمراض لدى البشر. الاسم كورونا هو بسبب شكلهم في الميكروسكوب الإلكتروني اللي بيشبه التاج كورونا باللاتينية. درجة الإصابة لدى البشر تختلف بين الفيروسات المختلفة من العائلة، ومن الممكن أنها تكون خفيفة زي الزكام، ومن الممكن أن تصل لأمراض مع أعراض سريرية صعبة التي تصيب الرئتين وتؤدي إلى قصور متعدد الأجهزة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس ومتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد سارس. ما هو فيروس الكورونا الجديد 2019؟ لم يتم تحديد فيروس الكورونا الجديد سابقا كسبب للأمراض البشرية، بس خلال شهر ديسمبر عام 2019 تم تحديد فيروس الكورونا كمسبب في حدوث مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وسط الصين. بعد كده انتشر الفيروس إلى مقاطعات أخرى في الصين وأيضا حول العالم. فيما يتعلق بالتركيبة الجينية للفيروس، فإن فيروس سارس الذي سبب المرض الشديد خلال الأعوام 2003 و2004 هو الأكثر شبهاً بفيروس كورونا الجديد في الصين بين كل فيروسات الكورونا الأخرى اللي بتسبب الأمراض البشرية. في تاريخ 11/2/2020 قررت منظمة الصحة العالمية منح اسم رسمي للفيروس سارس كوف 2 وللمرض اللي بتسببه كوفيد-19. في تاريخ 11/3/2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار كوفيد-19 هو وباء. كيف انتقل الفيروس الجديد إلى البشر؟ الغالبية العظمى من المصابين الأوائل بالفيروس كانوا يعملون في سوق لبيع الحيوانات وفواكه البحر في ووهان، أو أنهم قاموا بزيارته. من هنا ظهرت الفرضية بأن الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد أي حيوان بالضبط. حاليا يتم نقل للعدوى من شخص إلى آخر. بينتقل الفيروس عبر المسالك التنفسية للشخص المريض بالأساس عند العطاس أو السعال، ومن الممكن أن يتم استنشاق الرذاذ من قبل أشخاص آخرين أو من خلال الهبوط على الأسطح. الأشخاص الذين سيقومون بعد زمن قصير بلمس هذه الأسطح ولاحقا يقومون بلمس أفواههم أو أنوفهم أو عيونهم، من الممكن أن يصابوا بالعدوى. حتى الآن ليس واضحا لأي درجة المرض معدي، ولكن في هذه المرحلة يبدو بأن درجة العدوى مشابهة على الأقل لتلك التي لفيروس الإنفلونزا. بالإضافة إلى ذلك، فإنه من الممكن تلقي العدوى من الأشخاص المصابين بالفيروس بدرجة طفيفة. ما هي أعراض المرض؟ تشبه علامات المرض الناجم عن فيروس الكورونا الجديد عوارض الإنفلونزا: الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. في الواقع في الفحص السريري لا يمكن التمييز بين عدوى من فيروس الكورونا الجديد وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. يمكن أن يؤدي المرض إلى التهاب رئوي حاد ومتلازمة تنفسية حادة وفشل كلوي وحتى الموت. لم يتم التحقق بعد من نسبة المضاعفات الوخيمة لجميع المصابين فيه. ما هو تأثير الفيروس على الحمل، الولادة والرضاعة؟ المعلومات ما زالت جزئية، والمعرفة مبنية على وصف لحالات قليلة، ومن المعروف عن الأمراض اللي بتكون بأيدي فيروسات مشابهة. ليس هنالك حتى الآن معلومات عن التسبب بالضرر للأجنة والمواليد على المدى القصير أو الطويل نتيجة لإصابة الأم بالعدوى بالفيروس خلال الحمل. في فيروسات أخرى من عائلة الكورونا تم وصف حالات من الإجهاض عند إصابة الأم بالمرض. الأطفال الذين ولدوا لأمهات كانوا مريضات بالكورونا عند الولادة لم يحملوا الفيروس، وكذلك لم يتم الحصول على الفيروس من ماء السلة. حتى الآن فيروس الكورونا لم يفصل من حليب الأم، ولذلك على ما يبدو فإنه لا ينتقل عن طريق الرضاعة. من الجدير بالذكر بأن الرضاعة هي تواصل قريب اللي من الممكن أن يؤدي إلى انتقال الفيروس عن طريق التعرض للإفرازات من المسالك التنفسية أو عن طريق اللمس. التوصيات للأم المرضعة
اللي بتتواجد في الحجر البيتي مفصلة لاحقا تحت إرشادات للشخص الخاضع للحجر المنزلي. كيف يتم تشخيص المرض؟ يتم تشخيص المرض عن طريق الفحص المختبري الذي يتم عن طريق أخذ عينات من إفرازات المجاري التنفسية. يتم فقط تحويل الأشخاص المشتبه في تعرضهم للفيروس والذين يطورون علامات سريرية مناسبة إلى الفحص التشخيصي. يتم إرسال العينة فقط من خلال الطبيب المعالج في المستشفى وبموافقة أطباء ألوية وزارة الصحة. هل هناك علاج للمرض الذي يسببه فيروس الكورونا؟ ليس هناك علاج خاص لمرض فيروس الكورونا الجديد. أساس العلاج الذي يتم تقديمه للمريض هو علاج داعم ويتم إعطاؤه وفقا للحالة السريرية للمريض. هل يمكن إجراء الفحص لتشخيص فيروس الكورونا الجديد بشكل خاص؟ لا يمكن إجراء الفحص بشكل خاص. هل هناك تطعيم ضد فيروس الكورونا؟ ليس هناك تطعيم ضد الفيروس. هناك عدة مجموعات حول العالم تحاول إنتاج وتطوير لقاح، ولكن لا تتوقع حصوله بالفترة القريبة. ماذا يمكن العمل من أجل تجنب الإصابة بالعدوى بفيروس الكورونا المستجد؟ أولاً وقبل كل شيء، تجنب الذهاب إلى الأماكن المعروفة بأن فيها انتقال محلي للفيروس. عدا عن ذلك، يوصى بالمحافظة دائماً على نفس قواعد النظافة الشخصية اللي من شأنها منع الإصابة بالعدوى بفيروسات أخرى للمسالك التنفسية مثل مرض الإنفلونزا، وهي المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون أو بواسطة مادة معقمة على أساس الكحول في أحيان متقاربة، بالأساس بعد السعال والعطاس وبعد لمس شخص مريض أو بيئته. تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص اللي بيعانوا من مرض تنفسي حاد، الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل من الأشخاص المرضى الذين يسعلون أو يعطسون. تجنب المصافحة بالأيدي، تجنب لمس الفم، الأنف، العينين، التشديد على السعال أو العطاس باتجاه المرفق أو بداخل منديل أحد الاستعمال ورميه في القمامة. تجنب استخدام أدوات الطعام المشتركة خلال نفس الوجبة. تجنب المكوث في الأماكن العامة عند الشعور بالمرض. ماذا عن كبار السن ومن كان على اتصال وثيق بهم؟ بالنسبة لكبار السن وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف جهاز المناعة، فمن المستحسن تقليل الاتصال الاجتماعي كلما أمكن ذلك مع الحفاظ على روتين نشط. لأبناء 60 وما فوق وللأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من تثبيط للجهاز المناعي يوصى بعدم المشاركة في التجمعات، تجنب الاتصال مع الأشخاص الذين عادوا من أي جهة في خارج البلاد، وتجنب الاتصال مع الأشخاص الذين عادوا من الخارج أو ظهرت لديهم أعراض أو أولئك المصنفين على أنه يشتبه في إصابتهم بمرض الكورونا. كقاعدة عامة، من المستحسن تجنب زيارة المستشفيات، بيوت ومؤسسات الرعاية للمسنين والاكتفاء بزائر واحد فقط. وقد تم توجيه المؤسسات لمنع دخول العديد من الزوار لصالح صحة المقيمين. كيف يتم الحجر الصحي المنزلي؟ تعليمات للشخص اللي في الحجر الصحي: عدم مغادرة المنزل، البقاء في غرفة منفصلة جيدة التهوية مع باب مغلق، الخروج من الغرفة فقط لنشاطات ضرورية ولأقصر وقت ممكن مع تغطية الفم والأنف بقناع فم أنف أو القماش. إذا تواجد عدة معزولين في نفس المنزل فيمكنهم البقاء معا في نفس الغرفة. إذا كان العزل مطلوبا من جميع أفراد الأسرة فلا توجد قيود خاصة داخل المنزل. غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهما بالمعقم الكحولي قبل وبعد إعداد الطعام وقبل الأكل وقبل وبعد استخدام المرحاض. إذا كانت الأوساخ ظاهرة على يديك اغسلها بالماء والصابون أفضل من المعقم. من الأفضل استخدام أوراق للاستعمال لمرة واحدة لتجفيف يديك. أن يستخدم مرحاض منفصل قدر الإمكان. احرص على تغطية فمك وأنفك عند العطس أو السعال، ويفضل أن يكون ذلك في منديل أو كوع مطوي. هذا لمنع انتشار الفيروس. بعد ذلك مباشرة اغسل يديك بالماء والصابون
أو عقمهما بمعقم كحولي. يمكن للمرأة المرضعة أن تستمر في إرضاع طفلها، لكن عليها أن تعتني بغسل اليدين قبل الرضاعة وتغطية فمها وأنفها بقناع أو قطعة قماش أخرى أثناء الرضاعة. يجب على المرأة التي ترغب في شفط حليب الثدي أن تحافظ على غسل اليدين قبل الشفط ولمس زجاجة الرضاعة، وإذا أمكن السماح لشخص آخر بإطعام الطفل. في حالة ظهور أعراض الحمى أو مشاكل تنفسية، اتصل بالعيادة أو مكتب التمريض في صندوق المرضى المؤمن. إذا لزم الأمر، يمكن الاتصال بطبيبك المعالج في صندوق المرضى أو غرفة الطوارئ، ولكن يجب إبلاغ العيادة أو غرفة الطوارئ قبل وصول المريض. في حالة التوجه إلى أحد المراكز الطبية، قم بتغطية فمك وأنفك بقناع جراحي أو قطعة قماش أخرى متوفرة، وتجنب السفر بوسائل النقل العامة. التوجيهات العامة: ينصح بتقليص دخول عدد الأشخاص غير المعزولين المتواجدين في المنزل إلى غرفة العزل، مع منح أولوية لشخص واحد يتمتع بصحة جيدة وليس لديه خلفية أمراض. لا تدخل زوار إلى المنزل. تأكد من أن المناطق المنزلية المشتركة مثل المطبخ، المرحاض، جيدة التهوية. عند دخول غرفة الحجر يوصى بتغطية الفم والأنف، ويفضل أن يكون ذلك باستخدام قناع فم أنف، ولكن يمكن أيضا استخدام القماش. يوصى باستخدام القفازات أحادية الاستعمال عند كل ملامسة مع المعزول وبيئة العزل، بما في ذلك الأسطح أو الملابس أو أغطية الأسرة المتسخة. يوصى بتجنب الاتصال المباشر بسوائل الجسم، وخاصة إفرازات الفم والجهاز التنفسي والمسالك البولية وبراز المعزول. عليكم بغسل اليدين بالماء والصابون أو قم بتعقيمهما بمادة معقم كحولي بعد كل اتصال مع المعزول أو بيئته، قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. يجب تفضيل الغسل باستخدام الصابون والماء على المعقم إذا تواجدت على اليدين أو ساخ مرئية. يجب تنظيف وتعقيم الأسطح وتطهيرها مرة واحدة في اليوم على الأقل، مثل المقابض ومفاتيح الإضاءة والمراحيض والطاولة جانب السرير وإطار السرير والأثاث الآخر في غرفة المريض المشتبه به، مع استخدام مطهر منزلي قياسي، صابون أو كحول بنسبة 70% على الأقل. إذا توفر، يمكن التنظيف باستخدام محلول الكلور 1000 ملي، على سبيل المثال مبيض يحتوي على كلوريت الصوديوم، خذ 40 ملي مبيض وقم بتخفيفه في لتر واحد من الماء حتى يجف الأسطح أو الأدوات. يجب استخدام القفازات وعباءة التنظيف أو المئزر أثناء عمليات التنظيف. يجب تغيير إطارات السرير وغسلها مرتين على الأقل في الأسبوع. يجب تخزين جميع الغسيل الخاص بالشخص الذي في الحجر بشكل منفصل في غرفة الحجر الصحي حتى وقت غسلها. يجب توخي الحذر لتجنب ملامسة الملابس المتسخة للعناصر الأخرى، بما في ذلك الغسيل النظيف. يجب أن يتم الغسيل بشكل منفصل في برنامج غسيل لا يقل عن 65 درجة مئوية، ويتم الغسيل باستخدام الصابون العادي. يجب التخلص من المنتجات أحادية الاستعمال مثل القفازات والمناديل والأقنعة وأي نفايات أخرى في كيس مخصص لذلك في غرفة الحجر. يجب إغلاقه بإحكام قبل التخلص منه في حاوية قمامة خارجية. يجب تجنب الاستخدام المشترك مع الشخص الذي في الحجر بالأغراض التي قد تنقل الفيروس، مثل فرشاة الأسنان والسجائر وأوان الطعام والمناشف وأغطية الأسرة وغيرها. يمكن غسل أوان الطعام بالماء والصابون. من الأفضل عمل الأطباق في غسالة الصحون بدرجة حرارة لا تقل عن 65 درجة مئوية. سيتم فصل الأواني، الأطباق، الأكواب وأدوات المائدة والصواني للأشخاص الذين في الحجر عن تلك التي يستخدمها أشخاص آخرون، أو يجب أن يستخدموا أدوات يمكن التخلص منها. يجب على جميع أفراد الأسرة توخي الحذر بشأن غسل اليدين في جميع الأوقات. وأخيراً، ممارسة النظافة الصارمة. هل يمكن أن يشكل حيوان أليف خطراً على إصابة شخص بالكورونا؟ وهل يمكن لشخص أن يعرض الحيوان الأليف للخطر؟ بقدر ما هو معروف،
حيوان أليف مثل كلب أو قطة لا يمكن أن يصاب أو يصيب شخص بفيروس الكورونا الجديد، ومع ذلك نظرا لأن الأنواع الأخرى من فيروس كورونا قد تصيب الحيوانات من الناحية النظرية، لذلك من المستحسن توخي الحذر وعدم علاج حيوان أليف إذا كان يعاني من أعراض يشتبه فيها كإصابة بمرض كورونا. وإذا كنتم بحاجة إلى ملامسة الحيوانات في هذه الحالة، يجب ارتداء قناع فم أنف وتوخي الحذر وغسل اليدين. هل يحبذ أو ينصح بوضع قناع فم أنف ومتى؟ فعالية قناع للحماية من الإصابة بفيروس الكورونا محدودة مع الاستخدام المطول تبلى وتترطب. لا توجد توصية بارتداء قناع بشكل روتيني للحماية من أمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك الأمراض الناجمة عن فيروس الكورونا الجديد. فقط في حالة تقديم نصيحة طبية محددة من أفراد الطاقم الطبي، أولئك الذين من المفترض أن يرتدوا القناع هم أولئك الذين يصابون بالأعراض ويشتبهون أو يشخصون كمرضى كورونا، وهذا لمنع نقل المرض للآخرين، وكذلك الذين يلامسون أو يعالجون المرضى المشتبه فيهم أو الذين تم التحقق من إصابتهم لحماية أنفسهم. ماذا عن الطعام والشحن والمنتجات القادمة من الصين؟ هل هناك خطر فيها؟ وفقا للمعلومات المتاحة حاليا، لا تنتقل فيروسات الكورونا من خلال الأشياء أو الطعام، ولم يتم الإبلاغ عن انتقال المرض بهذه الطريقة. هل ينتقل فيروس الكورونا الجديد من خلال الطعام؟ وفقا للمعلومات المتاحة حاليا، لا تنتقل الفيروسات التاجية من خلال الطعام أو تغليف المواد الغذائية، ولم يتم الإبلاغ عن أي انتقال للمرض بهذه الطريقة. ومع ذلك من المهم دائما اتباع ممارسات النظافة الجيدة عند التعامل مع الطعام أو إعداده، غسل اليدين والسطوح بشكل متكرر، وفصل اللحوم النيئة والأطعمة المطبوخة، وتبريد الطعام على الفور.